ميزنا الله بأن لنا السلام عليكم عقلا ورحمة الله وبركاته. يتدبر. مرحبا بكم في وقفات. لقد تحدثت إليكم في آخر حلقة حول الإبراهيمية، وأن الإبراهيمية دين مستحدث، دين جديد يروجون له بين أبناء الملل الثلاثة، المسلمين والمسيحيين واليهود. هذا الدين الذي سيفتح آفاق الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى، وقد سميته في الحلقة الماضية بدين إبليس. يتدبر. وها نحن قبل يومين شهدنا زيارة بابا الفاتيكان، وهو رأس كنيسة المذهب الكاثوليكي، والذي يعتبر أكبر مذهب مسيحي أو ينتسب لأتباع المسيح في العالم اليوم، وهو يزور العراق وبالتحديد مدينة أور في محافظة ذقار العراقية، ويدعي بذلك أو كما قال هو فإن هذا حج مقدس، والحقيقة هذا كذب وادعاء وافتراء حتى في المسيحية. واجتمع لذلك كهنة وعلماء من الشيعة ومن السنة ومن طوائف أخرى مسيحية وغيرها، واجتمعوا في هذه الطبخة المعجونة والمحبوكة على عقول البسطاء والدهماء والغلابة من الديانات الثلاث، حتى يضحكوا عليهم ويشوشوا عليهم دينهم ويضلونهم باتباع دين غير دين الله سبحانه وتعالى، وهو دين أسموه بالإبراهيمية، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام براء وبريء منهم. يتدبر. إن بابا الفاتيكان يمثل رأس الشيطنة في العالم، وللعلم لكثير من الإخوة الذين لا يعرفون حقيقة الكنيسة الكاثوليكية اليوم، والتي يتحكم فيها من يقال عنهم The Jewishists أو اليسوعيين، وهي حركة باطنية خطيرة تسعى لإذابة الأديان كلها وتهيئة العالم إلى حكم رجل واحد ونظام واحد وعالم واحد الذي يكون فيه الدجال والمسيح الكذاب الذي سيظهر على أيدي هؤلاء ليحكم العالم يوما ما. فالكنيسة الكاثوليكية هي رائدة وزعيمة هذا التوجه الذي يدعو للإلحاد صراحة. فمن هنا أقول لإخواني المسلمين، إياكم أن تنخدعوا بما يفعله بابا الفاتيكان فرانسيس، فهذا عمود من أعمدة نظام الماسونية ونظام الدجال الكافر عدو الله وعدو دينه. إياكم أن تنخدعوا وتظنوا بأن هذا الرجل وكنيسته واليسوعيين من ورائه والحركات الباطنية التي يسيرونها في العالم كله والبنوك المالية التي يتحكمون فيها أنهم يمثلون المسيحية. هم لا يمثلون المسيحية في شيء. فهذه رسالة لإخواني المسلمين، إن الفاتيكان لا يمثل المسيحية، إنه يمثل ردة المسيحية التي حاربها المسيحيون على رغم ما عليهم من ضلال في ماهية عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن الكاثوليك هم الوجه الشرير للمسيحية. فدعوة لإخواني المسلمين، إياكم أن تعتبروا أن ما تقوم به الكنيسة الكاثوليكية هو ما يمثل المسيحية. إن هذا لخطأ فادح علينا أن نتداركه. فالمسيحية الأرثوذكسية والتي موقعها في روسيا وفي الدول الاشتراكية هي أقرب للمسيحية الحق من المسيحية الغربية، وهي المسيحية الكاثوليكية. هذه لكي يدرك إخواننا أن هذا المخطط هو مخطط رهيب على كل الأصعدة، من جانب المسلمين فيمثلهم أدعياء الإسلام الذين يدعون
لمحو آثار هذا الدين بين أقوامهم. ومن جانب المسيحيين تمثلهم الكنيسة الكاثوليكية، وهي شر مستطر على العالم جميع. ويكفيكم معرفة أن أعظم الجرائم في تاريخ البشرية قامت على أيدي أتباع الكنيسة الكاثوليكية. يتدبر. أيها الإخوة، إن دين الإبراهيمية دين إبليس، وكل دولة مسلمة أو مسيحية أو غيرها تساند هذا الدين وتدعو إليه فهي في مصاف وفي صف من يدعو لمحاربة الله ودينه. فلم يكن إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، بل كان حنيفا مسلما. وأتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع محمد هم على دين واحد، وهو دين الإسلام. وأتباع عيسى وأتباع موسى هما ملتان وليس دينان، ملتان، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال في دين إبراهيم: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وفي آية أخرى يقول ربنا سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ليس دينهم، حتى تتبع ملتهم. فالملة ليست الدين، الملة ليست الدين. حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فنحن أتباع محمد على ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأتباع موسى على ملة موسى، وأتباع عيسى على ملة عيسى. وكلنا دين، وكلنا ندعو لدين واحد وهو دين الإسلام. فلا يوجد دين إبراهيمي، بل الدين هو دين الإسلام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يتدبر. فإياكم أن تنخدعوا بهذه الشعارات، وإياكم أن تنخدعوا بما يروجون له من أمر هذا الدين الجديد. والله الله في من استقام له أمره وعرف الحق واتبع ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فما يدعو إليه بابا فرانسيس وما تدعو إليه بعض رؤوس الطوائف المسلمة شيعة أم سنة، ما هي إلا أديان وملل خارج ملة إبراهيم ولا ملة موسى ولا ملة عيسى. فاليقظة اليقظة، والحذر الحذر أن تتبعوا أدعياء الكفر وأدعياء الشيطان، وأخلصوا لله دينكم، واحذروا واحذروا واحذروا، فإن الحرب على دين الله تعالى لطمس معالمه عظيمة وكبيرة. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. وقبل أن أختم، رجاء ألا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإنذار ومشاركة هذا الفيديو مع من تحبون. ألقاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم. كي يسعد فيها ويعمر، أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير؟ ما أروع عقلا يستهذي، يسأل يتأمل يتفكر.